السلام عليكم. مجددا تعود المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني والانقلابيين إلى واجهات الأحداث وعلى أكثر من صعيد. فمنذ 4 أيام تشهد منطقة نهم عملية عسكرية تنفذها قوات الجيش الوطني منذ عدة أيام، ونجحت خلالها من تحرير مناطق واسعة، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع والتلال والقرى أيضا. وتكتسب أهمية هذه التطورات بحسب عسكريين بكونها أقرب الجبهات إلى العاصمة التي هي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجيش الوطني والشرعية. وفي تعز وفي جبهات متفرقة شهدت اشتباكات عسكرية، حيث صدت قوات الجيش الوطني هجوما للميليشيا في الجبهة الشرقية وتحديدا معسكر التشريفات والجمهوري، وفي حي الزنوج شمال المدينة، وكذلك في حمير بمديرية مقبنة. أما عن ريف المدينة المقاطرة والصل وحيفان والشق، دارت مواجهات خلال الساعات الماضية وتصاعدت وتيرتها وسط تأكيدات مصرع عدد من قيادات الميليشيا. وفي السل أيضا بريف تعز تجددت المعارك وسط تأكيدات مصرع عدد من قيادات الميليشيا. المعارك المستمرة بالتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مواقع الميليشيا رغم الخسائر التي تلقتها، دفعت بمراقبين إلى التحذير من مغبة قطع خط تعز عدن المر بالمقاطرة ولهج. مشاهدينا الكرام، حول أثر هذه التطورات العسكرية وجدوها في معركة استعادة الدولة وعن مخاطر إعادة إحكام السيطرة على طريق هيجة العبد، ستكون حلقتنا لهذا المساء، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك معنا أستاذ ياسين، وكالعادة بداية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. المواجهات العسكرية تعود للواجهة من جديد، اشتعال مفاجئ يكسر جمود العديد من الجبهات. ففي تعز صدت قوات الجيش هجوما كبيرا للميليشيا في الطريق المؤدي إلى مديرية المقاطرة الرابطة بين تعز ولهج، وتعزيزات ضخمة قدمت بها الميليشيا بهدف إعادة حصار تعز وقطع شريانها مع العاصمة عدن. تحركات الميليشيا تمت بوتيرة عالية دون أن تعترضها طائرات التحالف التي لم تتوقف عن التحليق في الأجواء اليمنية منذ بدء عمليات التحالف قبل أكثر من 2.5 عامين. مراقبون يقولون إن عدم إسناد التحالف لمعارك تعز خلفه دوافع سياسية تتعلق برغبة التحالف فرض شروط على قيادة المحافظة. في وقت سابق كشف محافظ تعز عن رفضه إملاءات عسكرية من قيادة التحالف في عدن بهدف إنشاء حزام أمني للمحافظة. إذن تبدو تعز في موقع العقاب، لأنها لم تلتزم بتوجيهات العميد أحمد البلوشي قائد قوات التحالف في عدن وتصوراته للدور الذي يفترض أن تلعبه تعز. في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد أيضا تحتدم المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا في نهم، التي شهدت حركة نشطة لقيادات عسكرية رفيعة في الأيام القليلة الماضية. مصادر إعلامية قالت إن القرار القادم من الرياض هو من يمنع تقدم الجيش في هذه الجبهة ولأسباب غير معروفة حتى الآن. التحالف العربي الذي أعلن قبل 3 سنوات أن هدفه استعادة الشرعية ودحر الانقلاب أصبح واضحا أن أهدافه اختلفت في منتصف الطريق، وأصبح دحر الانقلاب آخر ما يسعى إليه. تطورات تجعل اليمنيين أمام واقع جديد كليا هو الأكثر تعقيدا، إما أن يقبلوا باستبداد الداخلي أو باستبداد الخارج، وبينهما هناك من يبحث عن طريق ثالث يتولد من رحم ثورة الشباب ومخرجات الحوار الوطني، يناضل من أجل استعادة الجمهورية ومنع اختطافها من الملكيين في الداخل والخارج. إذن أستاذ ياسين، بداية يعني بعد ركود ربما عسكري وسياسي خلال الفترة الماضية لم بعض التحركات، ما هي قراءتك لما يحدث من تحركات عسكرية في جبهة نهم وتعز أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أنه في هذه المرحلة هناك تحركات عسكرية لافتة في جبهات متعددة، ولكن أعتقد أن الأجندات مختلفة، الأجندات السياسية للتحالف وللانقلابيين. الانقلابيين ربما حاولوا الهروب من الضغوط المفاجئة التي مارسها التحالف بواسطة الجيش الوطني في جبهة نهم إلى التصعيد في محافظة تعز كالعادة بطبيعة الحال، لكنهم أيضا بالنسبة لمحافظة تعز أرادوا أن يستثمروا ارتخاء قبضة التحالف في تعز، بل وربما تواطؤ هذا التحالف في هذه المحافظة لتحقيق تقدم ما هو إعادة حصار تعز، وربما التقوا أو تقاطعت هنا المصالح
مع رغبة التحالف، لأن التحالف كان يريد ربما أن تعود تعز إلى الحصار، ثم يأتي بالكتائب التي أعدها خصيصا للسيطرة الأمنية على تعز لتقوم بمهمة فك الحصار، ومن ثم فرض مشروعية السيطرة الأمنية على حساب الوحدات المقاتلة والمقاومة والجيش الوطني التي انبثقت من رحم معاناة محافظة تعز وآمنت بالمشروع الوطني. فهو يريد ربما إحلال هذه الوحدات العسكرية لكي يمارس الأجندة نفسها التي يمارسها في المحافظة الجنوبية، وهي في حقيقة الأمر أجندة لا علاقة لها بالمشروع الوطني، فقط لها علاقة بتكريس هيمنة الإمارات العربية المتحدة والتحالف، وهي هيمنة بطبيعة الحال ربما تعيد إلى الأذهان المخاطر الكبرى المحدقة التي حملها مشروع الانقلاب الحوثي العفاشي منذ 2014 في جبهة نهم. وهذا التصاعد الكبير جدا في العملية العسكرية والذي أدى إلى تقدم كبير ولافت في هذه المنطقة، أنا أعتقد أنها محمولة على أجندة سياسية مرتبطة ربما بولي العهد السعودي الذي أعلن في وقت سابق بأنه بأن الحرب مستمرة حتى يمنع يعني ربما قيام حزب الله آخر في جنوب المملكة العربية السعودية، وربط المسألة بباب المندب في تذكير بأحد أهداف التحالف وهو منع سيطرة إيران على باب المندب. أيضا المسألة مرتبطة بالتطورات السياسية المتسارعة داخل المملكة العربية السعودية، عملية إعادة ترتيب السلطة تمضي قدما، وهذه الليلة تم الإطاحة بوزير الحرس الملكي وبمجموعة من الوزراء ربما المحسوبين عليه، في ظل الحديث عن صاروخ استهدف شمال شرق المملكة الرياض العاصمة السعودية، وهو تطور بطبيعة الحال لافت، قد ربما جرى توظيف هذا الصاروخ ربما لتمرير هذه التعديلات. هناك أيضا أهداف سياسية مرتبطة بالتحرك في شرق العاصمة صنعاء، ربما الهدف منها ترويض الانقلابيين سياسيا للقبول بصيغة يجري التداول حولها في الرياض، وجاءت أيضا بوساطة الخارجية الأمريكية. كما تعلمين المبعوث الأمم المتحدة الذي جاء إلى الرياض وناقش هذه الصيغة جاء بالتزامن مع زيارة مماثلة لوكيل وزارة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، مما يعني أن ربما هناك رغبة مشتركة سعودية أمريكية لتسريع العملية السياسية، ولكن وفق أجندة متفق عليها، وهذه الأجندة ربما لا زالت بعيدة كل البعد عن تطلعات اليمنيين وأحلامهم، وربما لكنها هل ستكون متوافقة مع تطلعات وأجندة التحالف؟ بالتأكيد بات واضحا الآن أن التحالف لم يعد يعني يكترث بالمشروع السياسي الذي ينظم أجله اليمنيون الآن، وهذا هو المشروع الذي ربما يوفر هذا الإجماع لتدخل التحالف العسكري في اليمن. الإطاحة بالشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هذه واحدة ربما من الأهداف التي يتم التسويق لها بقوة عبر الخطة الجديدة، واحدة من المؤشرات على أن هذه الخطة ليست متفقة مع تطلعات الشعب اليمني هي أن وسائل إعلام محسوبة على أبو ظبي هي التي سربت محتوى هذه الخطة، مما يعني أنها تحظى بموافقة التحالف. كل شيء يعني هذه قراءات في نهاية المطاف تظل أولية. هناك تسارع وتدفق في الأحداث، وهناك أهداف لا زالت غامضة حتى هذه اللحظة، وهناك تطورات يعني ليست لا في البال ولا في الخاطر، وربما نرى يعني في المستقبل أشياء لم تكن يعني في الحسبان. يأتي هذا في خضم تحولات على مستوى المنطقة، كما تعلمين رئيس الوزراء اللبناني يتحرك من بيروت فجأة إلى الرياض ويعلن استقالته من هناك، مما يعني أن المنطقة برمتها يعني موعودة بتحولات خطيرة جدا لا يعلم مداها إلا الله. ولهذا أنا أعتقد أن يعني ما مجمل ما يمكن الخروج به من تطورات الأوضاع في اليمن هي أنها لا تسير وفق ما هو معلن منذ وقت مبكر من تدخل التحالف العربي، ولا تهدف في نهاية المطاف إلى حماية المصالح اليمنية. هناك يعني ممارسات وقحة اليوم تتم على أرض الواقع لتكريس نفوذ التحالف أو أطراف التحالف مثل الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص في عدن، التي تمضي قدما لتقويض نفوذ السلطة الشرعية وإنهاء سيطرتها على المرافق السيادية بشكل واضح وصريح من خلال الإعاز للتشكيلات المسلحة الموالية لها هناك، مما يؤذن بإدخال هذه المنطقة وخصوصا المحافظة الجنوبية التي يدعي التحالف بأنه قد حررها
ويدعي البعض بأنها محررة، وهذا الصراع اليوم الذي يجري التحريض عليه في المحافظات الجنوبية هو خطير جدا على البيئة الاجتماعية للمحافظات الجنوبية. نناقش ذلك أستاذ ياسين يعني بشكل أوسع، ولكن بعد أن نذهب للاطلاع أكثر على ما يحدث في الميدان في تعز سيكون معنا العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز. مساء الخير سيادة العميد. يا مساء الأنوار، حياكم الله، ونحييكم ونحيي كل السادة المشاهدين ونحيي ضيفك في الاستديو. أهلا بك سيادة العميد. يعني كما وصلتنا الأخبار أنه تم إحباط هجوم الميليشيا في يعني وربما بعملية استغرقت عدة ساعات وفي جبهات عدة منها الجبهة الشرقية وفي صالة ومقبنة أيضا الصلو عفوا وشمال غرب تعز. أولا ما هو دور اللواء 35 في هذه المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحيي كل الأخوة في الجيش الوطني قادة وضباط وصف وجنود، ونحيي المرابطين في كل جبهات القتال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والتضحية من أجل كرامتنا، من أجل استعادة الدولة، من أجل الدولة المدنية التي ننشدها. تعز كما تعلمون منذ فترة والعدو يحشد عليها حشود كبيرة، وحاول في الفترة في اليومين الماضيين إسقاط جبل هام. هدف العدو يهدف إلى محافظة تعز جديد، قطع طرق الموصلة ما بين عدن وتعز. مهمة اللواء 35 في إطار الجيش الوطني في محافظة تعز، ينتشر اللواء 35 من جبهة الشقب في مدينة المصراخ وينتهي في حيفان، ينتشر في عدة جبهات هي جبهة مقروم وجبهة الصنو وجبهة المواصلة قذف وجبهة الحكوم المقاطرة وجبهة حيفان. نعم، هذا يعني أنكم يعني اليوم على خطوط التماس المباشرة مع الميليشيا. أكيد، في الأمس حاول العدو بالقيام بهجوم بعدة هجمات أو بخطة موضوعة بالذات في اتجاهات اللواء 35 ابتداء من القروض والصلو وحيفان والمقاطرة. كان يهدف أولا في إلى الوصول إلى الطريق الواصل الذي هي هيئة العبد أو سوق الربوع في، لكن أبطال الجيش الوطني اللواء 35 تصدوا له بقوة وتحرروا له بقوة. أيضا كان هناك له هجوم رئيسي كبير في مدينة السلم، كان يقوم بهذا الهجوم اللواء 201 اللي كان يرابط سابقا قبل الحرب أو قبل الانقلاب في قاعدة العند أو في معسكر العند. حاول الهجوم بكل قوة ودارت معركة شرسة وقوية استمرت أكثر من 4 ساعات. سطر فيها أبطال 35 في جبهة الصلو بصولة رائعة وتصدوا للهجوم وكسر هذا الهجوم، والعدو أيضا يسحب الرجال الخيبة والحزينة وخسر قيادات مهمة من ضمنها كما أعلن اليوم قائد اللواء 201 قتل أمس في معركة الصلو، وأيضا في جبهة القروض شهدت أمس منطقة الشقب والقروض مناوشات وهجوم بالذات بالمدفعية. إذن يعني ما تفسيرك يا سيادة العميد يعني لهذا الهجوم الذي تشنه الميليشيا على أكثر من جهة؟ هذا في قطاع اللواء بالإضافة إلى عدة هجمات أمس في الجبهة الشرقية وأيضا في مقبلة. العدو يريد إطباق الحصار على تعز، يريد إسقاط جبهات تم تحريرها منذ فترة في محافظة تعز طول الفترة السابقة سعيدا من أجل وضحينا بكثير من الشهداء وقدمنا الكثير من الجرحى، استطعنا تحريرها. يعيد العدو إسقاطها مجددا لكي يكسب الوقت في أي إجراءات سياسية قد تكون أو أي شيء آخر، هذا الذي نقرأه. نعم، إذن هل تمت المعركة بالإسناد مع طيران التحالف؟ أمس في المسألة شارك طيران التحالف، اليوم يمكن شارك في منطقة حيفا في ما بين قبيطة وحيفا في مواقع هناك تدخل فيها طيران التحالف.
في الأيام الماضية لم تشارك معنا طيران التحالف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ ياسين. يعني أستاذ ياسين، كيف تقرأ أنت اشتداد المعارك المسلحة بين المقاومة والجيش الوطني والميليشيا الحوثي والمخلوع في أكثر من جبهة في تعز؟ تعز لها أهمية كبيرة جدا، والرهان على تعز. وكما قلت يعني ربما المخلوع صالح والحوثيون، وأنا هنا بطبيعة الحال الحديث عن الحوثيين يريدون الإحكام السيطرة على تعز أو إبقاء تعز ورقة رابحة بأيديهم لتقوية يعني ورقة ربما فرصهم في أي مشاورات سياسية مقبلة أو تسوية مقبلة، وفي نفس الوقت رفع المعنويات في أوساط مقاتليهم وإظهار السيطرة على تعز. أيضا لها أبعاد اقتصادية، تعز لا زالت حتى هذه اللحظة مصدر تمويل للإنقلابيين من خلال عائدات الضرائب التي تجنى من النشاطات الاقتصادية الموجودة في تعز. وهذا هو التساؤل، يعني لماذا تبقى تعز حتى هذه اللحظة تحت سيطرة الإنقلابيين، وخصوصا المناطق التي فيها أنشطة اقتصادية مهمة؟ أنا ليس لا أستبعد أبدا بأن هناك التحركات الأخيرة ربما تكون ثمرة تنسيق بين العناصر المحسوبة للمخلوع صالح والإماراتيين في سياق ترتيبات معينة الهدف منها إحداث تحول ما في محافظة تعز يتفق مع التحول الذي أحدثه التحالف في الساحل الغربي وباب المندب، وهي مناطق استراتيجية مهمة تابعة لمحافظة تعز، ويريدون إحكام السيطرة الأمنية على هذه المحافظة وإبقائها يعني تحت ربما تحت السيطرة الكاملة، وهي سيطرة لا تعني فقط يعني إبقاء المدينة أو المحافظة في منأى عن سيطرة الحوثيين، وإنما أيضا إبقاء الرقابة الشديدة على الممارسات السياسية داخل هذه المحافظة والقيام بعملية تجريف كبيرة للمكونات السياسية الثرية في هذه المحافظة، وإحداث قطع حقيقي مع المشروع الوطني الذي تمثله محافظة تعز، وإدخال هذه المحافظة في حالة موات كامل كالذي نراه ونشهده في محافظة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، وإبقائها رهن يعني العنف المسيطر عليه من قبل التحالف تماما كما نراه في عدن المحافظة الجنوبية، إلى أن تتم الترتيبات اللاحقة فيما بعد تكون عدن أو تعز خرجت خارج الجاهزية السياسية والأمنية. نعم، والعسكرية. مثل ما هذه الترتيبات التي تتحدث عنها؟ يعني نحن نرى أن التحالف يمضي قدما باتجاه إضعاف السلطة الشرعية، المضي قدما أيضا في اتجاه لكن الغريب أستاذ ياسين، يعني عند هذه النقطة قبل يعني اسمح لي بالمقاطعة، يعني كيف يسعى التحالف لإضعاف الشرعية وهي يعني تتفرج هكذا دون أي ردة فعل؟ هل يعقل ذلك؟ ماذا بوسعها أن تعمل؟ يعني رمز الشرعية قيد الاحتجاز القسري في الرياض. نعم، يعني عندما يمنع رئيس اليمن من العودة إلى بلاده، ماذا يعني هذا؟ ما الغرض من ذلك إذا كان الهدف من وجود التحالف أساسا هو عودة الشرعية؟ يعني الهدف من ذلك هو يعني إقناع الرأي العام العالمي بأن التحالف العربي وهو يقوم بمهمة خطيرة جدا في اليمن، ليس الهدف منها إعادة الدولة اليمنية ولا دحر الانقلاب، وإنما ترتيبات سياسية وجيوسياسية تخدم مصالح التحالف نفسه، وربما تقوض مشروع الدولة برمته في اليمن. وبقاء الرئيس هناك يضمن لهم يعني إبقاء هذا الوهم السائد حتى هذه اللحظة بأن التحالف يعمل تحت مظلة الشرعية وبأنه فعلا يقوم بما عليه من واجب لتمكين الشرعية وإعادتها إلى البلاد ودحر الانقلاب، لكن ما يحدث ليس له علاقة بهذه المهمة مطلقا. حتى التطورات العسكرية في منطقة نهم هو نوع من كما سبق وقلت نوع من الضغط السياسي الذي يراد له أن يحمل هذه الأطراف الانقلابية على التسليم بالترتيبة السياسية التي يجري تسويقها في الرياض في منذ أيام، وفي نفس الوقت لها علاقة أيضا ما أبرز هذه الترتيبات السياسية بالأولويات بالأجندات السياسية
الداخلية داخل المملكة العربية السعودية بالذات قائدة يعني التحرك. هل هذا يفسر يعني ما يحدث أن جبهة نهم تشتعل فجأة وتخبو فجأة؟ يعني رأينا هذه الجبهة تشتعل ويتحقق التقدم، ويزور نائب الرئيس هذه المناطق، ويجري تكريس يعني صورة الانتصارات التي يعني تتوالى في هذه المنطقة. هذه الانتصارات تتحقق، يعني الجيش الوطني لديه الاستعداد الكامل لهزيمة الانقلابيين، ولكن الذي يحدث أنه عندما يصل هذا الجيش إلى ذروة الحماس في التعاطي مع الانقلابيين، يجري قطع الإمدادات ومنع وكف الطيران عن التدخل، وبالتالي وضع الجيش الوطني والمقاتلين أمام أمر واقع جديد، وهو ضرورة السكون في هذه الجبهة إلى أن يأتي قرار سياسي جديد. هناك عبث، وأنا أعتقد أيضا أنه جزء من الأجندة الخفية أيضا هو تصفية الحسابات مع الجيش الوطني نفسه. الإمارات كما هو معروف ليست مرتاحة للجيش الوطني، ولهذا عمدت إلى تشكيل أو إلى إنشاء وحدات عسكرية خاصة. اليوم عندما نأتي إلى يعني جردة حساب بالنسبة لمكونات الجيش المحسوب على الشرعية مجازا، يعني التشكيلات الجهوية المناطقية اللاوطنية التي تشكلت في المحافظات الجنوبية، النخب، الأحزمة إلى آخره، والحزام الأمني الذي يراد أن يشكل في تعز، هذه القوات ربما قوامها وإمكانياتها ترجح في سياق ما يمكن يعني اعتباره قوات موالية لمعسكر الشرعية. الجيش الوطني يجري معاقبته على أكثر من صعيد، في تعز يجري منع الإمدادات عنه، القصور في دعم في تقديم الدعم اللوجستي، الإسناد الجوي، في مارب يعني يجري اللعب بأعصاب هذا الجيش وبمعنوياته في أكثر من يعني من معركة. يعني كل ما أراد الجيش أن يتقدم، كل ما أراد أن يقطف ثمر تضحياته ونضالاته، وهي تضحيات جسيمة في يعني لا يعني هذه حقيقة، طبعا هناك قتلى وهناك شهداء يسقطون كل يوم، ومع ذلك ليس هناك ثمرة واضحة. يجري يعني فجأة تأتي توجيهات ثم تقف العمليات، ويدخل مسرح العمليات في جمود طويل الأمد إلى أن يتجدد من جديد خدمة لأجندات وأهداف سياسية مرحلية أو تكتيكية. نعم، يعني الجميع يعرف ويعي أستاذ ياسين أن الضغوط العسكرية أو التوسع العسكري مراده أوراق سياسية. تتحدث منذ بداية الحلقة عن ترتيبات سياسية يعني تدور في الرياض منذ أيام، ما أبرز يعني ما يبرز من وجهة لهذه الترتيبات؟ يعني هناك تسريبات بطبيعة الحال، لا يمكن يعني لا يمكن اليقين بمدى مصداقيتها، لكنها هي يعني لا تختلف كثيرا عن ما أراد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق فرضه عبر مبادرته التي جاءت يعني مشتركة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. يعني هناك يعني شبه اتفاق على مستوى التحالف وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ربما على إحداث تغيير في الواجهة السياسية للشرعية، وهذا يحقق جزء من أهداف أبو ظبي والقيادة السعودية الجديدة التي تحكم قبضتها على السلطة في المملكة العربية السعودية، بمعنى أنها ترتيبات ربما لا تروق للسلطة الشرعية الحالية، وفي غايتها النهائية يعني هي يعني تتجه نحو تصفية الحساب مع أطراف في معسكر الشرعية، فكأننا أمام تحالف يقاتل الحوثيين من أجل هزيمة الإصلاح على سبيل المثال، واستعادة يعني يعني ودعم الشرعية من أجل تفكيك اليمن. فال يعني الأهداف المعلنة شيء، والنتائج التي يجري الترتيب لها شيء مختلف تماما، وهي نتائج بطبيعة الحال كارثية، ولا تخدم لا اليمن ولا تخدم الأمن الإقليمي ولا تخدم الاستقرار على المدى البعيد في هذه المنطقة. يعني الذهاب نحو تكريس يعني أنظمة أقلاوية أو محاولة تجفيف البيئة السياسية اليمنية التي شهدت وتعودت على التعدد السياسي، أعتقد أنه ليس يعني وصفة مناسبة للشعب اليمني. ولكن علينا أن ندرك اليوم بأننا
بأن اليمن قد سلمت يعني إلى دول لا تؤمن بالديمقراطية، دول ديكتاتورية، دول لها ثأر مع الإرادات الشعبية، مع الشراكة في الحكم، مع أشياء كثيرة. وبالتالي هذه الوصفة اليوم التي يحاولون تسويقها استغلالا لأيديولوجية ترامب الذي صعد إلى البيت الأبيض و يعني يوفر اليوم هذا الغطاء لهذا النوع من الترتيبات الكارثية التي لا في تقديري لا تتعلق باليمن فقط، وإنما أيضا هي ترتيبات ربما اليوم تحضر لمنطقة بكاملها. من كان يعتقد مثلا أن هذه الدول نفسها تقف أمام أو تشجع الاستفتاء على الانفصال في شمال العراق، من كان يصدق أن هذه الدول تعمل على التضييق على غزة ووضعها أمام خيارات صعبة للغاية. فأيضا دفع لبنان في هذه المرحلة إلى المجهول. نعم، نتحدث يعني عن مشكلة كبيرة. هذه النقاط أستاذ ياسين، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود. جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، قبل أن نستكمل حديثا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا العقيد عنتر الذيفاني الضابط في الجيش الوطني من مأرب. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، مرحبا بك. بداية لو تحدثنا عن خارطة معارك اليوم والأيام التي سبقت في معركتنا. ما يجري هذه الأيام في جبهة نهم والتي تمثل أهم جبهات الجيش الوطني، خارطة الاشتباكات في كل على طول الجبهة، في الميمنة، في ميمنة الميمنة، في القلب، في الميسرة، في ميسرة الميسرة، بمعنى أن هذا ما يزيد على 35 كيلو امتداد الجبهة من ميمنة الميمنة حتى أقصى الميسرة. هناك تقدمات ولله الحمد في خلال الخمسة الأيام الماضية، في خصوصا في ميمنة الجبهة وميسرة الجبهة. وهذه التقدمات باتجاه منطقة أرحب ومفرق أرحب بالنسبة للميمنة، والميسر باتجاه مفرق باتجاه مركز المديرية، وباتجاه نقيل ابن غيلان إن شاء الله. هذه التقدمات تشهدها يعني حالة انهيارات في صفوف العدو، وكثير من الأسرى، وكثير من القتلى، خصوصا من القيادات الحوثية في هذه المعركة بالذات. فلله الحمد هناك تقدمات كبيرة، والأيام القادمة إن شاء الله ستشهد انفراجة كبيرة للشعب اليمني عموما، لما تمثل هذه الجبهة من أهمية على مستوى المسارات، سواء كان المسار العسكري أو المسار السياسي. نعم، إذن ما أهمية هذه المعركة سيادة العقيد، وما سر التصعيد العسكري في هذه الجبهة في هذا التوقيت تحديدا؟ والله ليس هناك طبعا إعداد لهذه المعركة السابق، وهذا التوقيت بالذات يعني هي مختلف جبهات القتال الذي يخوضها الجيش الوطني مع ميليشيات الإنقلاب، سواء كان في تعز، سواء كان في البيضاء، سواء كان في الجوف، في محور صعدة، في نه، في سرواح. المنطقة السابعة وقيادة المنطقة السابعة وأفرادها في جبهتنا كان هناك إعداد من قبل
أسابيع كانوا ينتظرون الوقت المناسب وساعة الصفر لانطلاق هذه العملية التي ستكلل إن شاء الله ضرب الميليشيات من مديرية نهم وتحرير هذه المديرية الكبيرة والمترامية الأضراف التي تمثل من غرب مدينة مأرب إلى تخوم صنعاء. نحن على موعد إن شاء الله على تحرير هذه المديرية ودخول إلى مملكة أرحب خصوصا من الميمنة التي الآن نحن في آخر قرية من قرى مديرية نهم التي متاخمة لأرحب التي هي قضبين وضبوعة. نعم، إذن يعني هل ثمة مواقع حيوية سيطر عليها الجيش الوطني من شأنها أن تغير المعادلة في البوابة الشرقية؟ لا شك أن هناك تغيرات كبيرة في هذه المعركة، حيث هناك التفاف كبير في الميمنة، سوف يقضع كل الإمدادات التي تصل إلى العدو إلى منطقة القلب، وكذلك الالتفاف الذي حدث من في الميسرة والذي سوف يصل الآن رشاشات الجيش الوطني تصل إلى خطوط الإمداد التي تمد العدو في منطقة المديد وميسرة الجبهة، مما والتقدم مستمر والتقدم متواصل في خلال اليومين القادم بإذن الله سوف يتم قطع كل الإمدادات التي يتلقاها العدو من إلى منطقة القلب وقطع الطرق، ومن ثم الوصول إن شاء الله إلى الخط الرئيسي خط صنعاء مأرب في منطقة محلي وفرع أرحب وأيضا منطقة المديد. هذه المعركة حاسمة ونحن نعد إن شاء الله كل أبناء شعبنا أن الانفراج القادمة والفضل يعود بعد الله عز وجل إلى قوة وتلاحم أبناء الجيش الوطني إلى قوات التحالف ومساندة الطيران التحالف الذي يقوم بضرب الإمدادات وتعزيزات الميليشيات الإنقلاب، وبإذن الله سوف نحقق كل الأهداف التي نعم هذا ما نتمنى بالتأكيد سيادة العقيد. ولكن أود أن أسألك، يعني عادة ما تتحرك هذه الجبهة وتخبو فجأة إثر أوامر بعدم التحرك، هل ما يحدث الآن في جبهة نهم ضمن خطة متكاملة للتوجه نحو تحرير صنعاء فعلا، أم أنها مجرد يعني تحركات مؤقتة لضغط سياسي ما ثم سيتم التوقف بعد ذلك؟ ما يحدث اليوم في نهم ليس كسابقتها، هناك خطة مدروسة وتمشي وفق ما تم رسمها، وهذه المعركة بإذن الله لن تتوقف إلا حينما تصل إلى هدفها الذي حددت القيادة العسكرية أن تصل إليه، ولن لا يوجد هناك أي ضغوطات أو أي إملاءات، غير أن هناك قد نتعرض في الماضي كنا نتعرض ل لا لا قلة إمكانيات، صعوبة في الطبيعة الجغرافية لمديرية نهم. الآن نحن تجاوزنا المناطق الجغرافية الصعبة ونحن الآن في المناطق إن شاء الله التي هي الأكثر سهولة والأكثر يعني أن تصل الإمدادات بشكل سريع والتعزيزات بشكل سريع إن شاء الله. نعم، نتمنى أن تحققوا أهدافكم سيادة العقيد، ونسأل الله لكم النصر والثبات. شكرا جزيلا لك العقيد عنتر الذيفاني الضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أستاذ ياسين، يرى العقيد عنتر أن هذه المعركة مختلفة، أنهم تم اجتياز المناطق الوعرة والجبال سلسلة الجبال الصعبة في نهم، والمسألة أصبحت أكثر سهولة من السابق خاصة لو تم إمداداتهم بصورة سريعة، هل تجد أنت أيضا أن هذه المعركة مختلفة هذه المرة؟ ولا شك ينطلق من قراءة ميدانية، وأن
هناك تقدم كبير وسريع، وهذا يعني أن هناك إمدادات وصلت سمحت بهذا التقدم، وهناك إرادة سياسية تتوفر في هذه المرحلة، لكن لا يصعب التكهن ما إذا كانت هذه الإرادة مرحلية تكتيكية أم أنها تأتي في سياق عملية واسعة بأبعاد سياسية تشمل فيما تشمل استعادة العاصمة صنعاء، أو على الأقل ممارسة الضغط الكافي الذي يجعل من مسألة استعادة صنعاء أمرا سهلا. في تقديري أنه من السابق لأوانه اليوم التفاؤل بأن هذه المعركة توفرت لها الشروط السياسية التي تسمح بأن تكون من أهم نتائجها الضغط الكامل والتضييق على الإنقلابيين في مدينة صنعاء وصولا إلى استعادة هذه العاصمة، لأن أرث المرحلة الماضية يمنعنا من الذهاب بعيدا في التفاؤل، ولكن ما نأمله ونرجوه فعلا أن تتوج هذه الانتصارات العسكرية بنتائج حقيقية على المستوى السياسي وعلى مستوى الأهداف الكلية للعملية العسكرية للجيش الوطني وللتحالف. نعم، التغيير في الخريطة العسكرية أستاذ ياسين، يعني وربما العقيد أن تتحدث معنا كما قلت من أرض الواقع، ويعني وجدنا كمية التفاؤل الذي يتحدث به، هل هو أن يعني يغير عمليا من يعني الوضع السياسي في البلاد أمام المجتمع الدولي الإقليمي أيضا؟ كنا في البداية أمام سيطرة مطلقة للإنقلابيين على اليمن، والذي حدث هو أن العملية العسكرية أحدثت فارقاً كبيراً على الأرض، وأصبح بوسع الشرعية يعني أن تعود إلى الأرض، وأصبح بوسع الشرعية أن تمارس سيادتها الكاملة على معظم الأراضي اليمنية، ولكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. ما أريد أن أقوله أن العملية العسكرية فعلاً تحدث فارقاً على الأرض وتدعم القرار السياسي وتعزز من الموقف السياسي للأطراف المتصارعة. اليوم نستطيع القول بأن الجيش الوطني والسلطة الشرعية إذا ما امتلك قرارهما بالفعل، وإذا كان التحالف العربي جاد في يعني منح السلطة الشرعية فرصة لاستثمار هذه الإنجازات العسكرية سياسياً، فأعتقد الذي يحدث هو أن هذا التقدم العسكري اليوم قد منح السلطة الشرعية تفوقاً حقيقياً على المستوى السياسي وعلى المستوى الاستراتيجي بالنسبة يعني على الإنقلابيين بطبيعة الحال. ولكن كما نرى وكما شاهدنا من قبل، يبدو أن التحالف هو الذي يستثمر هذه التقدمات العسكرية وهذه الانتصارات، وهو الذي يعمل على ربما تفنيد هذه الانتصارات أو ربما إفراغ هذه الانتصارات من مضمونها إذا قيست بالأهداف الحقيقية للحرب، وذلك بتحويل مسار الحرب باتجاهات مختلفة تماما وربما متناقضة تماما لما يريده أو لما تريده الغالبية العظمى من اليمنيين. اليمنيون يريدون استعادة دولتهم، يريدون المضي قدما في تأسيس دولة اتحادية ديمقراطية متعددة الأقاليم تتمتع بتعددية سياسية حقيقية ونظام سياسي تداولي. هذا الذي يريده اليمنيون، يريدون هذه الدولة أن تقوم على قاعدة واسعة من الشراكة الوطنية، يريدون هذا البلد أن يصبح نموذجا حقيقيا للممارسة الديمقراطية. هذا الذي يريدونه هو طلب أو ربما هدف مشروع، ولكن يبدو أن التحالف يقف أمام هذا المشروع لأنه يعتقد أنه من محمولات ثورة التغيير التي انطلقت واندلعت في 2011، وله ثأر مع هذه الثورة، ولذلك نحن وقعنا في ورطة كبيرة عندما يعني وضعنا كل البيض في سلة التحالف، ووضعنا حتى السلطة الشرعية في سلة التحالف. اليوم السلطة الشرعية ربما والسلطة الشرعية نعني ليس فقط القيادة السياسية بما فيهم الرئيس ورئيس الوزراء ونائب الرئيس وإلى آخره، وإنما أيضا حتى قيادات الأحزاب السياسية المؤثرة هي اليوم لا تمتلك من قرارها شيء في الرياض، وهذا ربما لم يحدث في تاريخ التحالفات بين أطراف ربما متكافئة من حيث السيادة. فاليمن يفترض والسلطة الشرعية هي تمارس سيادتها الكاملة على الأرض، وهي اليوم في حالة شراكة في الحرب مع التحالف العربي. التحالف العربي يمارس ابتزاز واستهانة لا يمكن احتمالها بحق الشرعية، وهذا ليس من صالح التحالف، لأنه يعني اليوم يتحول إلى قوة غير موثوق بها، وربما يتكرس كطرف وإشكالية حقيقية في سياق الأزمة اليمنية.
نعم. إذا أستاذ يعني ياسين، برأيك يعني لو عدنا للحديث أيضا عن ما يحدث في تعز، يتحدث البعض عن سعي الميليشيا للسيطرة على طريقة المقاطرة هيجة العبد لاحج، وهي المنفذ ربما الرابط بين عدن وتعز والمتنفس الوحيد. ما مخاطر ذلك على تعز؟ المخاطر المباشرة هو أنه الإمدادات المتواضعة على المستوى العسكري ستنقطع، المعنويات ربما ستتأثر إلى حد كبير، المكاسب المعنوية التي سترتد على وضع الإنقلابيين سيكون لها مغزى ومعنى في سياق المعركة الآن التي تدور على الأرض اليمنية. هذا سيتسبب في إحراج التحالف وإظهار كم هو متورط أخلاقيا في إفشال تعز وفي خذلان تعز. لكن أنا في تقديري أن الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في تعز تمرست على مواجهات أسوأ الظروف، ويجب أن نعرف أن المقاومة اجترحت المعجزة منذ اللحظات الأولى عندما كانت ألوية عسكرية بكاملها تطبق السيطرة العسكرية والأمنية على مدينة تعز، ومع ذلك استطاعت أن تحرر قلب المدينة ثم توسع دائرة تحركاتها لتصل ربما سيطرتها إلى معظم مدينة تعز. واليوم الإنقلابيون بمعسكراتهم وأسلحتهم الثقيلة وتعزيزاتهم كلهم خارج المدينة الأساسية والكتلة السكانية لعاصمة المحافظة، وهناك أجزاء كبيرة من محافظة تعز محررة، وخصوصا مركز الثقل السكاني في منطقة الحجرية، هذه مناطق معظمها محررة وتقع تحت سيطرة السلطة الشرعية. إذن لا خوف على المقاومة الوطنية، لا خوف على الجيش الوطني، هناك تمرس وهناك اعتياد على الحالة الصعبة، لكن في تقديري أنها ستكون ضربة معنوية تتلقاها السلطة الشرعية ويتلقاها التحالف أيضا. ماذا سيقول التحالف لو استعاد الإنقلابيون حصار تعز الخانق؟ ماذا سيقول؟ كيف سيبرر موقفه اليوم؟ التحالف العربي يسيطر لكي لا يشعر التحالف العربي اليوم أنه يمن على اليمنيين وعلى الحكومة الشرعية. هذا التحالف اليوم يمارس سيطرة جوية وبحرية وبرية على اليمن. هذه السيطرة ليست مجانية، هذه السيطرة أصلاً هي وجدت تحت مبرر حماية الشعب اليمني ودعم السلطة الشرعية. فإذا كانت هذه السيطرة اليوم توظف لأغراض جيوسياسية ولأغراض سياسية مختلفة عن أهداف الشعب اليمني وعن تطلعاته، فهي نوع من الأعمال العدائية. اليوم خذلان المقاومة والجيش الوطني في تعز وعدم تدخل الطيران في المعارك الماضية يدل على أن هناك تواطؤ من نوع ما، وهذا التواطؤ هدفه أنه كسر إرادة هذه المقاومة التي تناصبها أبو ظبي العداء وتريد أن تحيدها من الواقع الميداني في محافظة تعز، وتنصيب قوات خاصة بها، وهذه القوات يراد لها أن تكون حزام أمني يطوق إرادة أبناء تعز ويطوق المشروع الوطني ويجهضه ويجفف الحياة السياسية في تعز ويحولها إلى معتقل كبير آخر كما بقية المعتقلات والسجون السرية التي يعاني منها أبناء المحافظة الجنوبية منذ أكثر من سنتين. نعم. إذن يعني واقع أستاذ ياسين يتحدث عن عدم وجود شرعية حقيقية في المناطق المحررة، تذبذب في المناطق التي بها مواجهات، هذا الواقع الحديث أو ما يدار في الأروقة السياسية أن التحالف ما زال يريد استعادة الشرعية، أنه ما هو الداعم لهذه العودة، خاصة ما خرج بالاجتماع الأخير لقادة وزراء خارجية دعم اليمن. بين الواقع والحديث هو كبيرة أستاذ ياسين، كيف يمكن ردمها؟ دعيني هنا ألفت يعني العناية إلى أن أنه من الواجب الإشادة بالمواقف الرائعة للرئيس عبد الرب منصور هادي ولحكومته. طبعا ليس كل الحكومة، هناك وزراء اليوم اصطفونا في إطار مشاريع صغيرة، اصطفونا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، و ربما لا لا, لا 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 ليس في ذهنهم المشروع الأوسع، المشروع الوطني الكبير. اليوم هناك حالة مواجهة حقيقية وصراع بين السلطة الشرعية والقوة الثانية في التحالف وهي الإمارات العربية المتحدة. والرئيس عبد الرب منصور هادي استخدم ثقله السياسي وصلاحيته الدستورية لإيقاف مخطط الإمارات لتغيير الخارطة السياسية والإدارية والتنفيذية
في محافظة تعز والأمنية كذلك. كان هنا رسالة القائد الإماراتي كشفت عن وجود نية لتغيير رئيس اللجنة الأمنية لتغيير المحافظ إلى آخره، ولكن الرئيس استدعى المحافظ وأمره بالاستمرار في أداء مهامه، وهذا موقف شجاع في حقيقة الأمر أن يقوم به الرئيس وهو فيما يشبه الإقامة الجبرية. فهذا دليل على أن الرئيس مؤمن بالمشروع الوطني وبأنه حارس حقيقي ويستحق الإشادة بهذا الموقف. كذلك محافظ تعز أيضا واجه كل هذا التعنت منذ أن جاء إلى تركيا وحصل على موافقة من الحكومة التركية على معالجة أكثر من 120 مصابا من مصابي الحرب في محافظة تعز، وعاد إلى عدن ولم يستطع الذهاب إلى تعز، عانى وتحمل وعمل من تعز لمصلحة تعز من عدن لمصلحة تعز، وتعرض لضغوط كبيرة وصمت ولم يريد الحديث لأنه لا يريد أن يفكك الجبهة جبهة الشرعية. ربما هذه نقاط أخرى يعني تحتاج إلى حلقة أخرى. أستاذ ياسين شكرا جزيلا لك. ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. شكر موجه لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.